بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في البداية اليوم راح نعطي محاضرة جديدة اسمها الكروس برودكت. في البداية راح نذكركم بالديترمينانتس، كيف نحسبهم، المحددات. المصفوفة المربعة اللي هي 2 ب 2 المحددة لها يرمز بالرمز هيك، وتحسب كالتالي: ضرب القطر الرئيسي عناصره ناقص القطر الثانوي، يعني A1 في B2 ناقص A2B1. أما إذا كانت المصفوفة من الرتبة 3 في 3 كالتالي تحسب. طبعا في عندنا أكثر من طريقة للحساب، لكن بكفي أنه تعلم طريقة نتقنها للحساب، وخصوصا أنه هاي بنستخدمها في درس اليوم. فالمصفوفة هاي المعاملات زي هيك وعناصرها المحددة تحسب كالتالي: بنحلها أو نحسبها باستخدام عناصر الصف الأول. هذا هو الصف رقم واحد. شو بنعمل؟ بنأخذ العنصر مثلا أول شيء A1، وبنشطب الصف والعمود، الصف والعمود، يعني هيك. شو بضل عندنا؟ نقول راح نكتب A1 في هذا، بضل عندنا اللي هو هذا. هاي محددة إيش؟ 2 ب 2. نقول B2C3 ناقص B3C2 ناقص، وين القانون؟ انتبهوا لها. نقول ناقص A2 على هذا العنصر الثاني. إذا ما سلاحظ شو الإشارة هون؟ ناقص. إذا ناقص A2 نفس الشيء بشطب الصف الأول مع العمود الثاني، بضل عندنا B1C1 B3C3 B1C1 B3C3 زائد على الاستخدام ايش بقول A3. لاحظ زائد موجب سالب موجب A3 لما نشطب الصف الاول مع العمود الثالث ضل عندنا B1 B2 C1 C2 B1، وبنحسب المحددة هاي. اوكي، هلا ننتقل الى تعريف الكروس برودكت. عاد انواع بهمنا هاي المحددة كيفية حسابها. If معطينا فيكتور A وفيكتور B في السبيس، ف the cross product A cross B برمزه برمز A cross B is the vector defined by. إذا لاحظوا المحددة كنا نحكي عنها، وهاي المحددة لاحظوا كيف نحلها باستخدام الصف الأول. إذا نلاحظوا بس البداية تاعتها تساوي، لاحظوا هذا فيكتور اي. اذا هنا راح نكتب، لاحظوا لما تشطب هيك وهيك شو بضل عندنا؟ بضل A2 B2. اذا A2 B2، وهون عندنا A3 B3. اذا هاي محدده 2 ب 2 والضرب ايش؟ الفيكتور اي. بعدين لا تنسوا ناقص 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 هلا الفكتور جي. لاحظوا شطب الصف والعمود. شو بضل عندنا اذا؟ هاي جي بضل مصفوفة التالية محددة A1 B1. اذا A1 B1 والعمود الثاني A3 B3 A3 B3 وهكذا. طبعا زائد K مضروب فيه، بنشطب هذا العمود زي هيك ونشطب الصف، بضل عند A1 A2 B1 B2. اوكي، زامبل نفرض عند الفيكتور A معطينا اياه والفيكتور B. هلا A كروس B لاحظوا زي ما شفتوا معطينا فيكتور جديد. لاحظوا الترتيب مهم. طبعا الفوق السطر الاول يكون اليونت كوردينيتس فيكتورز I J K، السطر اللي بعديه ولاحظوا الفكتر الاولاني بيكون دائما. فمثلا لاحظوا هون بيلعب الايه 1 ناقص 4 ناقص 2 مركباته 1 ناقص 4 ناقص 2، بعدين الفكتر بي زي ما اتفقنا. ايش لاحظوا؟ شطب هيك وشطب هيك، شو بضل ناقص 4 ناقص 2 1 0 في الاي. بعدين نفس المبدا ناقص، لاحظوا إشارة ناقص انتبهوا لها.
هاي ناقص جي مباشرة. لما شطب زي هيك وشطب زي هيك، شو بضل عندنا؟ واحد اثنين ناقص اثنين صفر، بعدين زائد، إذا مرة ناقص مرة زائد، إذا زائد كي. هلا الكي لما شطب هيك شو بضل؟ واحد ناقص أربعة اثنين واحد. أوكي، هلا بنحسب المحددة هاي، هي سهل جدا. صفر ناقص الناقص موجب اثنين اي، ناقص بالقانون عندي صفر وناقص الناقص. أنا بحكي عن المحددة هاي، المحددة هاي صفر ناقص ناقص، إذا فيها أربعة مسبوقة بالناقص، إذا الناقص أربعة جي، وواحد ناقص ناقص موجب إذا تسعة كي. إذا لاحظوا A فيكتور B فيكتور الناتج فيكتور نسميه سي، اللي هو إيش؟ هو الـ A كروس B. أيوة تذكروا الدوت، لا نقول A دوت B شو كان يعطينا؟ سكيلر يعطينا عدد الفكتر، لاحظوا كيف. فA دوت B نقول واحد في اثنين، إذا اثنين ناقص أربعة في واحد ناقص أربعة ناقص اثنين في هاي مكتوبة زائد صفر في كي، إذا زائد صفر الجواب ناقص اثنين. لاحظوا هون سكيلر هون فيكتور، إذا الكروس شو بعطينا؟ فيكتور، وهذا بسموه عملية مغلقة. إذا تحت تأثير عملية الكروس هاي فيكتور مع فيكتور بعطينا فيكتور، إذا هاي عملية رياضية بسموها مغلقة. أوكي نأخذ الثلاث ملاحظات التالية. الملاحظة الأولى A cross B بكون عامون is perpendicular to the plane of A and B، يعني معنى كلام آخر إنه الناتج لما عندي فيكتور A وفيكتور B وعندهم الكروس بيعطينا فيكتور جديد، هذا الفيكتور الجديد هو عمودي على المستوى اللي واقع فيه الفيكتور A والفيكتور B. طبعا أنت إذا كنت واقف في الغرفة تاعتك ورسمت على الأرضية two vectors من نفس المكان يبلشوا، فالناتج يعطيك فيكتور هو عمودي على الأرض، طبعا بيكون إما اتجاهه إلى أعلى أو اتجاهه إلى أسفل. هذا نفس الكلام ممكن أقول لك أنت، مو شو معنى فيكتورز متعامدات؟ معناته الدوت تاعهم صفر، الدوت تاعهم إيش؟ صفر، معناته A كروس B هذا الفيكتور الجديد مع الفيكتور نفسه A بعطيك صفر الدوت، ومع الفيكتور B كمان بعطينا صفر، هم متعامدات. الملاحظة الثانية لاحظوا كيف الترتيب A B A كروس B form a right hand triple. شو المقصود بكلمة hand triple؟ ثلاثية اليد اليمنى. هذا الإبهاء، هذا شو بسموه؟ هذا المؤشر أو السباب في العربي. لاحظوا الفكتور الأول اللي هو الـ A، الأوسط الفكتور B، الإبهاء شو بكون؟ بكون A كروس B، لاحظوا عمودي على هذول الاثنين. اعمل إيدك حط هذا فيكتور A فيكتور B، فيكون الإبهام هو الفيكتور A، لاحظ كروس B مش B كروس A، A كروس B، وهو عمودي على كل واحد فيهم. أوكي كلمة عمودي يعني لاحظوا إذا هذا A وهذا B، فA كروس B لاحظوا كيف تمشي أنت، كان بعكس عقرب، بكون هذا A كروس B وهو يكون عمودي. يعني شو بتكون الزاوية هاي؟ قائمة. الزاوية هاي قائمة، ها عمود عليهم اثنين. لأن الكروس ماله يكون عمودي وبعطي فيكتور جديد. من الملاحظات كمان عندي الملاحظة التالية، A كروس B by norm أو norm A كروس B، النورم بتاعه هو عبارة عن يمكن حسابه كالتالي، norm ال A في norm ال B في ساين الزاوية المحصورة بينهما. طبعا رح ناخذ الزاوية لما تكون بين صفر والباي، لأنه إذا الزاوية صفر بعطيها جواب صفر ترى، أو باي صفر، لأنه ساين الصفر صفر وساين الباي صفر. طبعاً إذا الزاوية صفر أو باي شو بكونوا هذول الـ A والـ B؟ بكونوا متوازيات، إما بكون بنفس الاتجاه إذا الزاوية صفر، وبكون بعكس بعض إذا كانت الزاوية باي. إذا كان A يوازي B في حالة بكون A كروس B بيساوي زيرو فيكتور، زيرو فيكتور. إذا لما عرفت الزيرو فيكتور، لما عرفت التوازي، احنا قلنا في محاضرة سابقة في الدوت انه A دوت B بيساوي صفر عادي. لاحظوا وشو قلنا؟ A كروس B طبعا هون اسهل، اسهل في التوازي. لا في التوازي شو قلنا؟ معناته A
بحصل عليه من بي عن طريق الضرب في ثابت مثل لامدا في بي، سهل جدا معرفته. أو بالعكس قلنا إنه بي شو تساوي؟ طبعا في حالة هي واحد على لامدا، إذا ضربت واحد على لامدا بعطيني الفيكتور A، بعطيني الفيكتور B. العلاقة بين اليونت كوردينيتس فيكتور إنه I كروس J بعطيك ال K، وال J كروس K بعطيك ال I. طبعا لتوضيح هاي الخاصية استخدمنا، لاحظوا كيف مثلث I J بعطيك بعدين K، هذا هو يساوي هنا ضرب، هاي ضرب بعطيك يساوي هاي ضرب J كروس G بعطيك I، K كروس I بعطيك ال G. من خواص الكروس برودكت هاي الخاصية الأولى، لاحظوا إنه A كروس B، A كروس B تساوي ناقص B في كروس A، فرق بيناتهم. هذا هو، لاحظوا الفرق كيف، A كروس B لفوق، B كروس A لتحت عكسه، هو نفسه بس بالاتجاه المعاكس. تبون الإشارة ناقص ناقص، أوكي. هاي مش تبديلي، بينما الدوت قلنا A دوت B هي نفسها B دوت A. على الفكتر A مضروب في ألفا والفكتر B مضروب في بيتا، الكروس تاعه والناتج يمكن كتابته بطريقة بسيطة، إنه بضرب ألفا في بيتا، هذول أعداد ضرب عادي، بضربهم بعدين في الفكتر الناتج اللي هو A كروس B. والخاصية الثالثة A كروس B زائد C، طبعا B زائد C فكتر جديد، مجموعة تو فكترز فكتر، فA كروس B زائد C هو عبارة عن A كروس B زائد A كروس C. هاي من جهة اليمين بسموه توزيع الكروس أو ضرب متجهي على الجمع، من جهة اليسار ومن جهة اليمين، هون عرفتوا كيف؟ فA زائد B كروس C تساوي A كروس C زائد B كروس C. لاحظوا مش غيروهم اتجاهات، لأنه مش لاحظوا أول خاصية الضرب المتجهي عملية ليست تبديلية. نرجع للنور بتاع A كروس B اللي حسبناه قبل شوي، هون هذا له معنى هندسي كالتالي: باراليلوغرام اللي هو متوازي الأضلاع، هذا متوازي أضلاع، with A and B as adjacent side has the area، مساحتها مساحة متوازي الأضلاع يمكن حسابها باستخدام المتجهات. لاحظوا إذن هذا الضلع عليه متجه A والضلع الثاني المتجه B، لاحظوا نفس بناتهم زاوية مثل ثيتا. النور شو بعطينا؟ بعطينا مساحة متوازي الأضلاع، مساحة متوازي الأضلاع. احنا في الهندسة كنا نأخذ زي هيك، نقول بننزل عمود على العمود على القاعدة، من هون هيك هاي القاعدة، ونقول مساحة القاعدة في الارتفاع. واليوم باستخدام المتجهات يمكن حساب هاي المساحة بطريقة ثانية، نقول A كروس B باي نور، اوكي. طبعا ما فرقت شو نقول كمان، B كروس A نحسب النور، لما بعطيك نفسه، عرفت كيف؟ بعطي نفس الجواب. هم فرق بينهم اصلا بشكل سالب، A كروس B و B كروس A، والنور بقول القيمة المطلقة للعدد. أوكي. مثال: find the area of the triangle with the vertices، أوجد مساحة، لاحظوا مش متوازي الأضلاع، لا، مساحة المثلث الذي رؤوسه النقاط التالية. أنا بضح لكم إياها كالتالي، خلينا عندي خلال مثلث هاي، هاي مثلث. طب شو مساحة هذا المثلث؟ أسوأ أقول بالهندسة أخذنا بنزل العمود وبعطول القاعدة في الارتفاع في نص. طيب هنا تأخذ معطيك في الفضاء ثلاث أبعاد لتوضيح الفكرة هاي اللي هون، يعني هذا المتوازي الأضلاع في ثلاث أبعاد،
مش شرط يكون في الاكس واي بلين. كمل هذا. طبعا الرسم موجود مش دقيق كثير. كملوا هيك. صار كانه متوزع على الارض كون مثلثين. لو تلاحظوا كان هذا مطلوب مساحته هذا مثلث لجوا. صح ولا لا؟ ولم كملته صار مثلثين. طيب. كانت النقاط هاي المعلومات. مثلا على سبيل المثال هاي نقطة وهاي نقطة وهاي نقطة. شو بنساوي؟ لاحظوا قارنوا بين هاي وبين هاي. يعني المساحة المثلثة راح تكون نص مساحة توازي الأضلاع، لأنه كانوا معطين مساحة توازي الأضلاع. يبدي المتجهين لاحظوا ينطلقوا من نفس النقطة، فممكن نقول هاي نقطة بداية للمتجهين أو هاي أو هاي. فهمت كيف؟ طبعا أنا هون حاكي لكم إياه هذا الحكي. The area of the triangle is half the area of the parallelogram determined by the vectors. لاحظوا نقطة البداية Q. فبحسب متجه QP وQR. طبعا أي واحد آخر ممكن يأخذ إيش نقطة البداية الثانية ويحسب مثلا متجه R ال B وR Q، أو يأخذ نقطة البداية P وال P Q وP ال R. الجواب نفسه نفسه. المساحة راح تكون نفسها. فهمت علي كيف؟ يعني هذا الشكل بيختلف لكن المساحة تكون نفسها. طيب شو يعني Q ال B؟ المتجه الذي بدايته نقطة P وبدايته النقطة Q والرأسه النقطة P. فكنا نقول 1 ناقص 2 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 4 ناقص 6 و3 ناقص 1 فيها 2. لاحظوا Q ال R، هاي Q ال R متجه بدايته النقطة Q والرأس إيش؟ R. ونقول 2 ناقص 2 0 0 ناقص 4 ناقص 4 و1 ناقص 1 0. طبعا هون بدها شوية انتباه. وجود أصفار دائما وأبدا في الحل بريح في الحسابات. فلما بطلع إنه لاحظوا إنه النقطة هون إحداث X و Y نفسه X و Y، إذا بأخذ زي أوكي. هلا نحسب الكروس برودكت للمتجهين. هاي القاعدة تاعته. طبعا مش راح يقول لي والله وين راحت الجي وناسيها. لا، احنا قلنا الاي صح زي هيك وزي هيك نشطب. اذا الاي شو هاي فيها صفر ناقص الناقص موجود 8 اي ما فيش عندي مشكله معناته مش غلطان. طب الجي الجي زي هيك قلنا الجي بشطب هيك وبشطب هيك وبحط اشاره ناقص ونفتح قوس. طيب نشطب هاي في هاي صفر وهاي في هاي صفر اذا صفر في الجي فيش داعي اكتبها. والكي نفس المبدا بشطب هيك وشطب هيك ناقص في ناقص موجب فيها 4 4 كي. هلا النورم هو عباره عن 64 زائد 16 يعني 80. 80 معلومه هي عباره عن جذر 16 جذر 16 في 5 لانه 16 ضرب 5 80. طبعا الجذر الخمسة هذا ظل زي ما هو جذر 16 4. هاي شو اعطانا؟ اعطانا مساحة متوازي الاضلاع. المطلوب منا مساحة المثلث. اذا شو مساحة المثلث؟ قلنا نص مساحة متوازي الاضلاع. اذا عبارة عن نص في هذا المقدار والجواب 2 جذر الخمسة مساحة المثلث. طيب في عندي مفهوم جديد هلا اسمه سكيلا تريبل برودكت. الاكسبريشن هاي العباره هاي A كروس B لاحظوا ناتج فيكتور طبعا دوت C فيكتور is called a scalar triple product. سكيلر واضح الناتج يعطينا سكيلر لانه هاي بيعطي فيكتور وفيكتور مع في عمليه الدوت مع فيكتور اخر بيعطينا سكيلر. طيب تريبل ثلاثيه لاحظوا فيكتور A B C وتحسب هاي بطريقه تقليد نعرف زي ما شفنا قبل شوي بحسب هاي كروس بعدين بحسب الدوت ما في عندنا مشكله. لكن في طريقة سهلة للحساب باستخدام المحددات. فإذا كان معطيك الفكتور A B C فA cross B dot C اللي هو سكيلر تريبل برودكت لاحظوا كيف
الترتيب مهم جدا. والسطر الأول، لاحظوا السطر الأول شو بكون فيه؟ الفيكتور A. السطر الثاني الفيكتور B. السطر الثالث الفيكتور C. مثال given that هذا الفيكتور A B C. find طبعا C dot A cross B. من المعلوم قلنا C dot A cross B هي نفسها A cross B dot C. السطر الأول محطوط مركبات الفيكتور A 2 3 ناقص 4. السطر الثاني مركبات الفيكتور B ناقص 1 1 2 ناقص 1 1 2 و 1 ناقص 1 1 وهذا الفيكتور C. نحسب المحددة هاي وسهل جدا حسابها. لاحظوا هاي 2 مع بعض، هاي 2 لما شطب هيك ظل عندي هاي في هاي ناقص هاي في هاي، 1 في 1 1 ناقص، والناقص موجب 2 صار في 2 في 3 ناقص، ها العنصر اللي هم دائما ناقص، اذا ناقص 3 في شطب هيك راح احط خطين، حط هيك خطين شو ظل عندي؟ ناقص 1 في 1 ناقص 1 و1 في 2 2 ناقص 1 ناقص 2 يعني ناقص 3 زائد لاحظوا العنصر اللي هون اللي هو ناقص 4 ها لاحظوا ان شاء الله هي زائد اصلا بس هو العنصر ناقص فحتى ناقص 4 لما بشطب هذا المقدار كلياته شو بضل؟ بضل ناقص 1 في ناقص 1 1 وناقص 1 بعطينا صفر فالجواب بعطيه 15. الجواب بعطيه 15. طبعا كم لانه الدوت عمليه تبديليه كان بامكانك زي ما هي واحسبها واشوف مثال بعدين لقدام شويه. سكات ريبل برودكت له معنى هندسي انه القيمه المطلقه إلها لاحظوا انت الجواب موجب يعني القيمه المطلقه نفسها القيمه المطلقه إله بتعطي مساحه ايش البرلين وببيد اللي اضلاعه ايش او حوافه الفيكتورز اي بي سي لاحظوا القيمه المطلقه القيمه المطلقه البرلين وببيد يعني متوازي المستطيلات في فرق متوازي الاضلاع مسطح بيكون في بعدين هذا زي الغرفة مثلا زي الغرفة الصفية زي الغرفة قاعة المحاضرات زي البناية لاحظوا مثال find the volume of parallelepiped with edge determined by قلنا القاعدة الأسهل ترى أحسب زي هيك وليس زي هيك A cross B dot C A هذا الفكتر A هذا الفكتر B هاي الفكتر C. سهل جدا الحساب هنا لاحظوا لوجود صفر هون ها فهذا اللي راح يعطينا ايش لاحظوا واحد هاي واحد في لما بشطب زي هيك شو بضل عندي 6 في ناقص 6 ناقص 36 و2 في 3 6 اذا 6 ناقص 36 ناقص 6 يعني ناقص 40 42 بعدين بقول ناقص صفر في اي مقدار صفر فيش داعي تحسبها لان هذا صفر صفر في مقدار صفر بعدين هاي 2 اذا زائد 2 في شطب هيك وشطب هاي هيك 4 في 3 12 اذا 12 ناقص لو احنا شطبنا 12 ناقص 18 هاي ناقص 42 وهي ناقص 12 12 ناقص فيها ناقص 6 في 2 ناقص إذا مجموع ناقص 54 الحجم موجب راح نقول القيمة المطلقة بعطينا 54 طريقة يعني ما بحبذها أنا تقول تحسب أول شيء A كروس B بعطيك فيكتور هاي A كروس B الناتج تعمل الدوت مع السي لاحظوا 3 في ناقص 12 زائد 3 في 6 ناقص 6 في 6
عرفتوا كيف؟ فراح يعطينا ناقص 54، والقيمة المطلقة بعطينا 54. لاحظوا هنا طبعاً يمكن حل هذا المثال بطرق مختلفة الكتابة والجواب نفسه. لاحظوا كيف هو متجهين كروس والثالث توت، يعني هذا نفسه لو استخدمت القاعدة التالية قلت اي كروس سي، اي كروس سي دوت بي، بعطيني نفس الجواب هون كحجم، بعطيني نفس الجواب كحجم، او سي كروس اي دوت بي او بي كروس سي دوت اي بعطيني نفس الجواب. مثال بعديه هاي يعني فهم مثلا متجهات. لاحظوا ما بدناش الرموز، بده كمان حساب الحجم. القاعدة واضحة، اثنين كروس واحد دوت، هلا مين دوت بالأول بعدين بتفرقش. ليش؟ لأنه كنا نقول A دوت B هي نفسها B دوت A. طب ديلي إذا كتبت بسرعة هاي، لاحظوا شو بكتب بالصف الأول، الفيكتور U 2 1 3، الفيكتور بعديه V ناقص 5 2 1، بعدين فيكتور W زي. طبعا نحسب بيطلع صفر، الحجم الصفر. شو المقصود هون في العمليه؟ القانون صحيح، معناته هذول الفيكتورز الثلاثه وقعات في نفس المستوى. يعني صور عندك ثلاث متجهات على مستوى الارض، ما راح يشكلوا حجم. فهمتوا علي كيف؟ يعني هذول وقعات في نفس المستوى بسموهم. وهذول بسموهم ايش؟ متطابقات في المتجهات. يعني استخدم في الفتات النظريه اي كروس مثلا بي كروس سي، لاحظوا شو تساوي. هذول يمكن اثباتهم، لكن احنا مش مطالبين فيهم. الموجودين سامعيني؟ دكتور شو اللي استفدتوا؟ الحمد لله، يعطيك العافية. أنا قلت لكم ترى يعني اليوم الله يعافيكم الحضور ليس إجباري، أنا راح أرفع المادة نفسها هي هلا بي دي إف وإيش كمان وفيديو في المواقع. يعطيكم العافية. أي سؤال أي استفسار؟ لا الله يعطيك العافية. يسلم. الله يعطيك العافية دكتور. الله يعطيك العافية دكتور. يا الله يعافيك. يلا السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.